يمكن يا محمد يعني لعيب التنس الطاوله غير اي رياضه تانية. حساسيه المضرب، حساسيه ايده، الانجل لو نص درجه فوق او تحت تخلي الكره تروح في حته تانية. فده عايز ساعات تدريب كتير وتكرار كتير. بتعمله ازاي ده في التمرين؟ يعني انا بشوف انه 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 يعني حتى لو معاك مدرب او لاعب فانت محتاج تمرين من نوع معين. والله طبعا زي ما حضرتك بتقول الحمد لله احنا الفتره اللي فاتت كنا شغالين جامد على الحاجات دي طبعا مع الجهاز الفني بقياده كابتن اشرف عبد الفتاح وكابتن عمرو رضا وكابتن اشرف صبحي، تعبوا معانا جدا في التمرين، وساعات كنا بنزود كمان في التمرين، ساعات كنا بنلعب يوم الاثنين. وزي ما كابتن سيد قال احنا بنتمرن الصبح، الايام اللي بتبقى عندنا الصبح بالليل بنقعد في النادي بنتمرن على كتير. انتوا بتمرنوا يعني ثنائيات يا كابتن؟ يا برضو عايزين اعرف الساده المشاهدين، انت بيبقى انت على الترابيزه قصادك لعيب ولا قصادك مدرب ولا بتتمرنوا ازاي؟ وهل بتغيروا مع بعض ولا بيبقى في ثنائيات بتمرن مع بعض؟ لا بيبقى قصاد لعيب، يعني مثلا ممكن العب انا وكابتن سيد مره، انا وخالد، انا وشادي، انا وشومان، وطبعا كابتن عمرو وكابتن اشرف، وكابتن اشرف برده صبحي ساعات بيبقى في غلطات معينه ممكن نعملها بيصلحوها الحاجات دي. في برضو عندنا تمارين ميني بولز اللي هي الكور الكتير برضو، فعلى قد ما بنقدر هم بيحاولوا الجهاز الفني يغيروا في التمارين. بنلعب ساعات ماتشات برضو عشان الماتشات لما نيجي نلعب نبقى جاهزين. يعني افهم من كلامك ان انت برضو مستوى اللعيبه اللي بتتمرن معاها بيفرق معاك ولا طبعا؟ يعني اه طبعا. يعني انت لو طبعًا. لو المستوى معاك عالي فانت بتتمرن مع مستوى عالي، اصل الناس فاكره ان هو انا ممكن اجي الصبح اتمرن لوحدي بقيت بطل. لا لا طبعا، انا حتى وانا صغير اول ما جيت كان مستر نيكولا اللي كان موجود هو اللي كان بيخليني العب مع كابتن سيد ومع كابتن عمرو مع كابتن اشرف صبحي. زي ما الجهاز دلوقتي ساعات بيطلع لعيبه 21 سنه و18 سنه يلعبوا معانا عشان ياخدوا خبرات مثلا من كابتن سيد ومن اللعيبه اللي موجوده، فده طبيعي يعني. صحيح.